السلام عليكم. خير؟ احنا اليوم في سيدي بوزيد، واحد البلاصة مزالة تابعة لشيدا. هي جات قبيل شيدا وعزيزة، بلاصة مزالة. الناس ديال شيدا كتجيو بزاف، كتجيو بحال فيها، وماشي غير الناس ديال شيدا، حتى الناس ديال كازا مراكش ممكن عمر في الصيف بالبرة لي بزاف. بغيتو تعرفو عليها أكثر؟ تفرجو في هاد الفيديو. الله على جمال سيدي بوزيد. هالشاطئ هذا من الأجمل، ماشي فقط في إقليم جديدة وإنما في المغرب كامل. كاع الناس اللي كيجيو ليه كيعجبهم بزاف. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعرفوا أكثر على شاطئ سيدي بوزيد، كيفاش ممكن تستغلوا الوقت ديالكم وتستمتعوا فيه. فأنا جيت أنا والعائلة ديالتي هنايا ودوزنا صراحة أوقات رائعة، غادي نشاركها معكم إن شاء الله باش تاخذوا فكرة أكثر على شاطئ سيدي بوزيد. فهو جا في إقليم جديدة، كانت واحد المسافة بينه وبين المدينة، ولكن مع البني يعني بقى غادي حتى تقريبا تلاصقت جديدة مع سيدي بوزيد. بعيد بكيلومترات قليلة على مولاي عبدالله أمغار. فالناس اللي كيبغيو يمشيو للموسم ديال مولاي عبدالله فرموهم قريب ليكم، ها هي الفرصة، جيو سيدي بوزيد ومن ثم طلعوا لمولاي عبدالله. هنا تقريبا كاين غير الفيلات، لي شالي، لي ريستورون، لي كافي، يعني ما كاينش ديور بزاف. هذه واحد الجولة خفيفة هنا في سيدي بوزيد. كيف كتشوفوا تقريبا كاين غير لي شالي، الفيلات، لي ريستورون تري تري كلاس، اوتيلات زوينين، دي كافي دو لوكس بالنسبه للناس اللي كيبغيو الاستجمام، كيبغيو الهدوء، كيبغيو التامل. انا في اغلب الاحيان ملي كنجي هنا سيدي بوزيد فكيعجبني نمشي شي ريستورون ولا كيعجبني نمشي هكا شي كافي، ناخذ شي عصير ولا يكون جنب البحر، كيكون واحد الديكور زوين بزاف. ولكن اليوم غادي نبدلو شويه البروغرام. الوالد عندي غادي يصر انه يشرب قهوه في الهواء الطلق عند واحد السيد تما عنده طوموبيل، المهم غادي تشوفوا غادي تاخذوا فكره. اليوم ان شاء الله غادي نقول لكم كيفاش ممكن تدوزوا نهار زوين في سيدي بوزيد، ونتمنى انكم تستمتعوا معايا في هذه الجوله هذه وتتعرفوا اكثر على جمال دكاله.
جيت انا والعائله ديالي هنايا سيدي بوزيد. انا بالنسبه ليا ما جيتش باش نتبحر، لان الماء ديالها بارد بحال شكل البحر ديال الحوزيه، وانا فعلا ما كنقدرش نعوم في الماء البارد، فانا كنجي باش نتقهوى هنايا وباش نتكالما. اول حاجه كتلاحظها في سيدي بوزيد ملي كتوقف جهه البحر، هاد السيد هذا اللي كيبيع هاد الكتب، هذا ديما كنجي كنلقاه هنايا. انا عندي واحد الراجل من النوع اللي مهووس بالقرايه، فكيبغي المطالعه، وفيما كندوزو على شي حد كيبيع له كتب ضروري خاصو يوقف وخاصو يشوف وخاصو يشري. حتى انا غادي نشري واحد الكتاب مهم على واحد الشخصيه بارزه وبالنسبه لي انايا مثل اعلى. من بعد غادي تشوفوا اشنو اللي خديت وغنتكلم لكم على هذه الشخصيه الثوريه. اول مره كنجي لسيدي بوزيد وكنلقى هذا السيد هذا كيبيع القهوه هنايا، فالوالد عندي كنوع من التغيير اصر انه يشرب قهوه عند هاد مول الطوموبيل. ضروري خاصنا نراقب النظافه باش واحد يعرف شنو كيشرب. انا اختاريت كابوتشينو لانه المفضل عندي. جميع انواع القهوه عنده، والصراحه الفيو زوين، قهوه في الهواء الطلق. الوالد ديالي مسكين الله يحفظه ويطول في عمره يا ربي، والله يخليه لينا. مسكين كيكون موحشنا، يعني حنا كنجيو من العام لعام عاد كنهبطوا للجديده، يعني بحكم انني مستقره في الصحراء يعني في بوجدور، فملي كنجي للجديده مسكين ما كيتفرقش علينا لا انا ولا الوليدات، كيخرجنا ما كيخلي فين يدينا، كيستغل كل لحظه معنا، وصراحه كنفرح ملي كنكون معاه. الوالدين واحد النعمه كبيره عطاهنا الله سبحانه وتعالى، اللي عنده والديه يتهلا فيهم ويستغل كل دقيقه معاهم. صراحه بقى متنقل، عمري ما شفتو اول مره وعجبني بزاف، والله الا كادو كابوتشينو غزال. قال لي واش حكرتيني ملي قلت له شنو عندك، قال لي راه عندي كافي كريم، عندي كافي وشوكولا، عندي زعما. قلت له قلت له عندك كابوتشينو، قال لي اه عندي. مالي حكرتيني؟ قلت له خويا ما حكرتكش، غير جاتني غريبه. منظر زوين عرفتو، كابوتشينو في سيدي بوزيد الغروب شي حاجه ما نذكروش عليها. الناس اللي باقي ما جاوش سيدي بوزيد زوينه، غير هو اللي غادي يجي صعيب انه يسكن فيها، لان كيف شفتوا المقتطفات اللي وريتكم فهي الاغلبيه فيها الفيلات، والفيلات الثمن ديالهم غاليه، يعني كنعتقد انه كيبداو ب 700 درهم الفوق، يعني كان بانويتي. بالنسبه للناس اللي باغيين، ديجا راس من قبل الناس اللي باغيين يجيو للجديده، فكاين الكرا رخيص في ازمور وفي الجديده، ويجيو يديروا دويره بحال اللي عندهم الطوموبيل ما غيلقاوش المشكل، يجيو يدوزو مغير واعر هنا في سيدي بوزيد. لي كافي فنين، حتى لي ريستورون فيهم الماكله زوينه، غير الثمن شويه طالع. المشكله ديال سيدي بوزيد انها غاليه، زوينه ولكن غاليه، فالناس اللي عندهم دخل شويه محدود كيف قلت يجوا يأزموا رخيصة ويجوا يتبحروا لي مع راساتهم سيدي بوزيد. من بعد ما شربت القهوة ديالي نزلنا كاملين لتحت. سيدي بوزيد كيكون رائع في الليل، انا كيعجبني الخيل بزاف، هادشي علاش انا درت بغيت ندير دويرة هنايا هنا بالخيل في البحر، فبعشرين درهم 20 درهم درت دويرة فيها تقريبا 20 دقيقة، حتى 30 دقيقة. السيد ظريف يعني ما كيتحاسبش. وهاد الطويبلات بالنسبه للناس اللي كيبغيو يبدلوا الروتين، يعني انه هو يجلس في قهوه ولا، فهنايا الجلسه ثاني جنب البحر كيكون عندها طعم اخر. كاين وليدات تما كيعمروا اتاي كي داك حرشاه مسمن، بغيتي طويجين كل شيء موجود في سيدي بوزيد. جوله ليليه على الحصان بسيدي بوزيد. زيارتنا لسيدي بوزيد في هاد اليوم سالات، ولكن باقي غنرجعو تاني. وحنا دايزين تاني من حدا هاد مول الكتب، طاحت عينيا على كتاب ديال واحد الأسطورة، رمز ديال النضال، شخصية قيادية ثورية.
يعني من الشخصيات اللي كنقدرها بزاف وكنحترمها بزاف. كنتكلم على أرنستو شيكيفارا، توري كوبي ماركسي، أرجنتيني المولد، يعني هو تزاد في أرجنتين ولكن خدا الجنسية الكوبية واخا ما عنده علاقة بكوبا. حياته فعلا مثيرة للاهتمام، شخصية رئيسية في الثورة الكوبية، كان كيحارب الديكتاتورية والإمبريالية والقهر ديال الشعوب في أمريكا اللاتينية. عاش بطل ومات بطل، كانت عنده رسالة نبيلة كيحارب على قبلها، وباقي حتى اليوم هذا رمز للنضال والصمود في العالم. احنا جينا عاوتاني سيدي بوزيد نهار جديد، هذا داز اسبوع تقريبا وعاودنا رجعنا سيدي بوزيد. كنا مشينا لمولاي عبد الامغار بيوم الحد، كيكون واحد السوق كبير سميتو سوق الحمراء، فمشينا درنا فيه دويره تما وتقدينا شويه وتغدينا، وحنا راجعين الجديده عاود دزنا سيدي بوزيد، دوزنا فيه تاني العشيه حتى المغرب. نخلي لكم هاد المقاطع كيف داز النهار ديالنا. Tonight, but I'll